عسلامه. سلام اختي، لاباس؟ الحمد لله ربي يخليك. قبلنا روحك. هبه دو مراكش، مغرب. مرحبا بيك وتحيه لاشقائنا المغاربه الكل. تعيش في تونس ولا جيت تقرا؟ كنت نعيش في تونس، قريت هنايا ومن بعد روحت باش نخدم في المغرب. اي علاش اخترت جيت هكا؟ علاش اخترت تونس؟ اخترت تونس، ما جابتني ليها القدره وما ندمتش. احسن اختيار في حياتي درته. وابا عشت فترة باهية في تونس ولا 3 سنين؟ قلت لي باهية على الاخر، صراحة ما عنديش فيها حتى سوفوني خايب، كاع كل شيء زوين. ملي جيت تلي مشيت كل شيء مزيان. احكي لي على بداياتك في تونس. في الاول ما استنستش بالكدا. اول حاجة ما كنتش كنفهم مزيان اش كتقولوا، اما من بعد سافا. وتاني حاجة الماكلة كنت كنلقى فيها مشكلة. اختلاف حرة. اما انت تختار حارة ولا لا؟ حتى اللي ما نختاروا ما حارش يطلع حار. اي اما في الاخر استنست سافا ولات كتعجبني الماكله الحاره. توا وليت لريزا كندوز على المغرب. قالت لي صاحبتك اللي انت زاده تاكل خبز طابونه. ما كتحشميش، راه انا اقسم بالله ما كتحشمي. ويلي اش تشوها كنقول لك واش تعاودها قدامي؟ هادي ماهوش عيب، نورمال. لا انا ما كنصفيش النيه، كنتخيلها شي حوايج. فهمتك، يقولوا لي انا هي اللي الدخبه في وسطكم. انتيا ما تبعيهاش. صافي من بعد استانست وما بقاش عندي المشكل، وليت كندور بوحدي هنايا، ما قلقني حد. كندور في سنتر فيل. ما كنت عارف من الاول صعوبه العيش هكا بعيد على العائله. أيه. عشتهم هذوكم ولا سي؟ عشتهم في الاول، اما كي تدخلت انا والشعب التونسي ما بقاش عندي مشكل. تاقلمت مع الشعب التونسي ولا سيف؟ ما عندكش اختلاف في المونتاليتي شويه؟ لا بالعكس، انا تفورماتيت وليت كيما التوانسه، وليت كنوسع بالي، وليت كنضحك، وليت ناشطه وما كنتسوقش. ديجا في الكواليس قلت لي انت تحب تونس برشا وتحب اهلها برشا، واحسن تجربه كانت في تونس. اي على الاخر نحب تونس وما نحبش فيها، وما نحبش شكون يحكي عليها بالغير على تونس زيد. سختو عافاكم، ما تهضروش عليها بالخايب خاطر عندي ليها غيره مش نورمال. كاو تونسيه انت توا وليت؟ تونسيه بقلبي والله الا تونسيه. اي غران بليزير. مرحبا بيك في تونس. خليك اختي. ديما كنت تروح للمغرب ولا لا؟ سي كنت نمشي كل 3 شهور و4. اش كي جيت باش نروح قالوا لي البنات اللي يقراو معايا اسكو كي تروح تو سوا ما عادش باش ترجع. قلت لهم لي دوماج. اما كي مشيت وليت نبكي على تونس. كملت قرايتك ورجعت للمغرب؟ روحت. كيفاش كانت التجربه وانت مروحه باش تبعد على اصحابك؟ ودعت تونس وودعت صحابي الكل، قلت سي ما عادش باش نجي لها خاطر سي بون باش نبدا حياه اخرى والخدمه والروتين. اما من بعد وليت مهووسه بتونس، وليت كنبكي في المغرب على تونس. وليت نجي كل عام. وانا وليت عندك احبابك واهلك هوني واصحابك. والله ما كنحسش بالغربه الجمله هنايا. لو تلقى فرصه عمل في تونس تجيت تعيش في تونس؟ هذيك بليزير ما يقلقنيش نهائيا، وكاني قاعده مع امي وبا وكل شيء. ديجا لي بارون تاع اصحابي يعوضوني. تونسيه؟ تونسيه قليبيه. تهزني القليبيه وتديني نعوم. قليبيه مزيانه برشا، اش قولك في قليبيه؟ قليبيه ما شاء الله فنه 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 فنه، حتى الناس تاع جونتي وسامبل وبزات. صحيح. الله يعمر هذا. كلهم توانسه. تعرف كلهم. اللي مشيت لهم مشيت لسوسه، مشيت للحمامات، مشيت لقليبيه مع صاحبتي، مشيت الكيف مع واحد صاحبتي قديمه. كان عندك صاحبات من كل ولايه؟ عندك صاحبه؟ عندي صاحبات من كاع الولايات تاع تونس. ايه كل شيء مشيت ليه. صح، واحده من صاحباتك اللي مشيت للمغرب؟ مشيت معايا واحد صاحبتي سميتها زينب. شحال هادي صافي لونطوم اللي كنا نقراو. اما الاخرين مازال كيقولوا لي تتعرسي عاد نجيو عندك. شنو هو الحاجات اللي خديتها من تونس هكا من عاداتنا وتقاليدنا واللي تعمل فيهم في المغرب؟ الماكله، وليت كل جمعه نتوحش الماكله التونسيه نولي نطيبها. شنو اخر؟ ولات عندي شويه مونتاليتي تونيزيان، وليت نوسع بالي، وليت كل شويه ما عادش كومبليكسي مع شي حوايج. صافي وليت جو سامبليفي، ما جو كومبليك با لي شوز. هادي كاليتي كاينه في التوانسه وما فيناش حنا. اما كاين الحار ما وليتش تاكلو؟ ليه الحار وليت مغرومه به بالحق والله العظيم. هز ملا من الهريسه نتاعنا. ديما كنمشي بها في المطر كيقولوا يا اخي باش تجاره، كنقول لا تاعي. صافي وناس الشاميه حتى هي كلشي. اي حاجه كابسيبيليتي تتزوج في تونس؟ ماش هذاك حكيت المكتوب. انا ما عنديش كان ما كنختارش الجنسيه، فهمتي هادشي اللي كاين. اما عادي مالو التونسي حتى هو تبارك الله صلع النبي راجل والف بألف راجل. تعلمت تحكي تونسي ولا نحكي تونسي بالكدا ساعات ما يعرفوش الا انا مغربيه ولا تونسيه. لين
فاش كنهضر مغربيات كيعرفوا لا ديفيرونس. شنو الكلمات اللي حسيتهم هكا غريبه شويه في تونس؟ كبساعدك كبساعدك الكلمه هذه هذه كنسمعها كيجيني الضحك كنموت. صافي كاينين شي كلمات اخرين ما تفكرتهمش. شنو مثلا انت وصحابك توينسه شنو عطيتهم من عاداتك وتقاليدك وشنو خديت منهم؟ كما قلت لك خديت منهم وسع البال، خديت منهم لومانيتي. ما كانش عندك وسع البال؟ لا كنت خايبه شويه. اما زيانيت دابا وليت كنتعامل مزيان ووليت كان مستعبه لي مع كل شيء. اهم حاجه تعلمت الدم البارد. ايه هادي سختو هادي اللي ما لقيتش الاول. بصح البال هي ايه هما موسعين بالهم التوانسه عادي ما كيعقدوش الامور فهمتي. وحتى كيبدا مسكين ما فحالوش وما عندوش اما عايش عادي ماهوش مقلق ولا زعفان ولا عادي. ابسط حاجه تضحك وتبدلوا المود نتاعو فوالا كيعيش مع النيفو تاعو فرحان وبخير. هادي موجوده في المغرب ولا لا؟ لا ما كايناش. كنضحك كل شعب كيفاش داير غير هذه هي البوان اللي كيعجبني في التوانسه بزاف. صافي. طيبت ماكله تونسيه في داركم ولا ديما كنطيبها في المغرب؟ اي كنطيبها ونقول لهم راه انا ما نستدعى حد خاطر نعرف حار وكثر من القدره تاعهم. اي عائلتك جاو معاك لتونس ولا؟ جات معايا ما واختي الصغيره. هوني معناها سكن في فوايي ولا في دار؟ انا كي جيت استقبلتني عائله احنا وياهم نساف في المغرب. هذيك كيفاش بدا حبي لتونس والتوانسه بالعائله هذيا. استقبلوني عندهم في الدار ما يعرفوني ومن بعديك لي بارون تاع صحابي كل استقبلوني وقعدت معاهم في الدار كنت نبات وعادي ما يتقلقوش مني يخرجوا من الدار يخليوني ما يخافوش على كيكا شعب تونسي مضيف ويفرح ياسر بالضيف ياسر وكيعطيوك ثقتهم ما كاينش ما يبقاوش يديروا منك اتونسيون فهمتي. لا ياسر ما حليهم صراحه. على كل فما صاحبتك فضحتك شواتني وانا ما صديقه فيختي. هادي صاحبتي قديمه من ايامات القرايه وبقيت انا وياها صحاب تو عرست وجبت صغيره وباقي لي ولا صحاب. شنو هو اياماتك مالا غادي في المغرب في تونس؟ حي ابن خلدون كانت كتجي عندي في المترو مسكينه تجلس معايا ونبات وكنطيبوا ونتعشاو الصباح نمشيو ليكول نقراو صراحه دوزت معاهم سوفينير غوارين. فما ملاحظه أيه؟ انت جيتنا توا قلت لنا لو جا لنيو ميديا أيه؟ ونتفرج فيكم ومتابعه وفيه يظهر لي طلعت. ايه كنموت على نيو ميديا عزيزه عليا وجيت انا من هذا المنبر بغيت نقول نيو ميديا عافاك اللي بغى يدوز في نيو ميديا ما بقاش يهضر خايب على تونس حيت ما كيعجبنيش الحال كنتقلق كيطلع لي الدم. عندك الحق. على كل مرحبا بك ونخلي لك كلمه الختام. تحب تقدم تحيه لعائلتك في المغرب او اصدقائك في تونس؟ انا نحب تحيه ريت التحيه اللي باش نقدمها للعائلات اللي وقفوا معايا في تونس وما خلاونيش. عندي برشا سميات ما نتصورش عندي الوقت الكافي باش نذكر اساميهم الكل. اما منهم بن سليمان وبن محمد وعائله فاطمه صاحبتي ونوهيك. انا ما حبش نقول لقب ما مش عارفه رواحهم بلي كدا. صافي يعطيك الصحه ميرسي شكرا بزاف ربي يخليك.